بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين. معكم أحمد المشايخ. رجعت لكم مرة ثانية يا شباب في موضوع المشروع اللي تكلمنا عنه من فترة، واللي هو عبارة عن الويندوز سيرفر 2016 أدفانسد. طبعا إن شاء الله تعالى هذا المشروع راح يكون مشروع ضخم جدا ومش بسيط، راح يتم شرح يعني الشرح فيه من الصفر إلى الاحتراف. راح نفهم الويندوز سيرفر مع النتورك بتاعته بالتفصيل الممل. راح نمسك جزئية جزئية ونتعرف عليها، وراح نبدأ يعني نبدأ خطوة بخطوة حتى نتمكن من الاحتراف في الويندوز سيرفر. ومعنى كلمة ويندوز سيرفر يا شباب مش معناه والله اني انا بعرف اشتغل على ويندوز سيرفر، لا، انا بدي اعلمك كيف بيتم بناء الويندوز سيرفر وتوصيله مع النتورك ودمجه مع باقي فروع الشبكة. طبعا انا مكون لكم لاب، هذا اللاب يا شباب ضخم جدا جدا جدا، راح نبدا نشرح فيه من الصفر. وهذا هو اللاب اللي احنا ان شاء الله راح نتكلم فيه زي ما انتم شايفين امامنا. هذا اللاب طبعا انا بصراحه اخذ مني مجهود ووقت كبير لحد ما اطلعته بهذا الشكل وهذا الصوره، تمام. اللاب مكوناته طبعا ضخمه، في داخله العديد طبعا من السيرفيسز والانظمه والنتورك. راح اشرح لكم تفاصيل اللاب بالتفصيل الممل. راح نبدا فيه زي ما حكيت لكم من الصفر حتى الاحتراف. راح نبدا نتعرف على جزئيه جزئيه. مثلا انا عندي طبعا مكون لكم المكونات اللي احنا راح نشتغل فيها طبعا باذن الله، اللي هي طبعا هذا الكونتاكت اللي احنا راح نتعرف عليها. راح نتعرف على الويندوز سيرفر جي اي والكور والاكتف دايركتوري والجروب بوليسي والسيرفر دومين كنترولر. كل هذا الشيء يا شباب راح نتعرف عليه بعمق، وليس بشكل مثلا انا بتعلم كماده وخلص الموضوع، لا، احنا راح نتعرف على هذه المواضيع بالتفصيل الممل. طبعا في اشياء احنا ان شاء الله تعالى راح نتعرف عليها باكثر من هيك بكثير في داخل الكورس، وراح ياخذ معنا وقت طبعا، ولكن انت في النهايه بتخرج على انك انت معك اكسبيرينس، وليس فقط انا ماخذ كورس ام سي اس اي، لا، انا بشرح لك ام سي اس اي ويندوز سيرفر 2016 ادفانسد، يعني انك انت تكون شخص فاهم المادة وفاهم العمل بطريقة احترافية، وليس بطريقة اني انا والله تعلمت اكاديمي وفقط لا غير، لا، راح نتعلم بشكل مفصل كل كبيرة وصغيرة بتصير بالويندوز سيرفر، كل مشكلة انت بتقع فيها راح تتم حلها باذن الله تعالى. وراح يتم التطبيق ان شاء الله يا شباب على هذا اللاب زي ما انتم شايفين امامنا. لو عملنا زوم بس نشوف كيف اللاب راح يمشي معانا. زي ما انتم شايفين امامي طبعا انا عندي هنا كابينات، طبعا زي ما انتم شايفين هذا راح نتعرف عليه بالتفصيل الممل، ايش يعني هذه الفرونت تراك والباك اند تراك، كل هذا بالتفصيل الممل راح نتعرف عليه. راح نتعرف على السيرفر وانواع السيرفر، راح نتعرف على الراوتر وانواع الراوتر والسويتش وكيف بيتم طبعا توصيله من والى، ايش المستخدم، شو هو جهاز اليو بي اس، راح نستخدم ايضا شبكه الدي ام زد والفاير وول، شو يعني هذا الجهاز الشاشه اللي بتكون امامي في الراك. راح يكون طبعا عندي بالاضافه الى العديد طبعا من الشبكات زي ما انتم شايفين امامي. راح نستخدم ايضا سيرفر البرينتر ونتعرف عليه، وناخذ كمان سيرفر ال WDS اللي هو بيعمل ديبلويمنت للويندوز عن بعد من خلال الشبكه. طبعا الكثير طبعا من هذه الاشياء يا شباب راح نتعرف عليها بالتفصيل، ونمسك هذا اللاب ونتعرف عليه خطوه بخطوه. بالاضافه الى انا عندي كمان خطوط الزلاين متصله بالاي اس بي، هذه يعني شبكات الاي اس بي، تمام. بالاضافه الى انا عندي هذا طبعا راح يكون الفرع A اللي هو السايت A، وعندي هذا السايت B، وانا رابط ما بينهم طبعا، وفي تبادل البيانات وفي تشايلد دومين واديشنال دومين. بالاضافه ان احنا استخدمنا تقنيه الفيرتشواليزيشن، راح نتعرف كمان على الهايبر في. الهايبر في يعني احنا راح ندمج الفيزيكال مع الهايبر في نفس ما في موجود معك في ارض الواقع، ما راح انه نبعد عن ارض الواقع شيء، لا، احنا راح نتعرف على ارض الواقع بالتفصيل الممل، تمام. هذا ملف البي دي اف ان شاء الله تعالى راح ارفع لكم اياه اسفل الفيديو، وهذا ايضا راح ارفع لكم اياه اسفل الفيديو، وجميع التولز والادوات اللي احنا راح نستخدمها ان شاء الله بالتفصيل الممل. وهذه الصوره طبعا لو حد فيكم حب انه يعني يشوفها عن قرب، زي ما انتم شايفين طبعا الريزوليوشن عالي جدا، لو قربنا اكثر الريزوليوشن عالي جدا جدا يعني. وراح نتعرف كيف بيتم توصيل السيرفرات بالكوابل بتفاصيل مملة، يعني مشروع لم يسبق له مثيل صراحة.
حبيت اني اعطيكم ميزة كبيرة في هذا المشروع علشان انتم طبعا تكونوا عارفين كيف سوق العمل والشركات والمؤسسات شغالة. ايضا بالاضافة يا شباب ان في عندي انهان جداول، طبعا كل جدول هو عبارة عن راك كيف مقسمة، طبعا عندي السيرفرات و الاي بيات واسماء السيرفرات واسماء الراوترات، كل هذه الاشياء ان شاء الله تعالى راح يتم شرحها بالتفصيل الممل. بالاضافة يا شباب ايضا راح ناخذ يعني لمحة ونتعمق اكثر في موضوع الويندوز كور، هذا الويندوز اللي هو بيكون طبعا فقط اوامر ما بيستقبل جي اي ابدا. بالتفصيل الميل راح نتعرف عليه، مثل سيرفر الدي ان اس ايضا راح نتعرف عليه بالتفصيل، دي اتش بي راح نتعرف عليه بالتفصيل، وكيف احنا نبني ونعمل ديزاين اصلا للنتورك بتاعتنا. هذا كل شيء يا شباب بالنسبه للتوبولوجي اللي احنا راح يعني نتعرف عليها ان شاء الله، وراح تبدا معانا ان شاء الله تعالى اول محاضره باذن الواحد الاحد من بكره، راح ابدا اشرح لكم اول محاضره في موضوع الويندوز سيرفر. وراح نبدا نبني هذا اللاب على الجي ان اس 3 وعلى الفي ام وير ورك ستيشن، بالاضافه الى راح نتعرف كمان على الهاردوير سيرفر، يعني ناخذه بالنظر والعمل كيف يعني بيتم تشغيله وبيتم تجهيزه، هذا كل شيء يعني راح تتعرفوا عليه ان شاء الله. عندنا كمان، انا كنت صراحه حاب اني اضيف هذه الاجهزه الى داخل الجي ان اس، بس راح تواجهوا فيها صعوبه بالنسبه لكم، بالنسبة لي انا عادي جدا يعني بضيفها وبشتغل عليها فيش اي مشكلة، ولكن يعني راح تواجهوا انتم صعوبة في هذا الموضوع انكم انتم تضيفوا الاجهزة هاي على الجي ان اس، راح تواجهوا فيها صعوبة يعني راح تواجهوا مشاكل وصعوبات كثيرة، يعني لانكم يعني بداية ممكن تكونوا مبتدئين او محترفين، ولكن هي لاول مرة صراحة بتحصل ان نضيف راك كامل في داخل الجي ان اس، فحبيت بصراحة اني اتجنب هاي النقطة انا بالنسبة لكم، وما حبيت اني اعقدكم اكثر من هذا الموضوع. فاحنا راح يكون كل تركيزنا يعني على الويندوز سيرفر، كيف احنا راح نبني الويندوز سيرفر ونشتغل فيه من الصفر الى الاحتراف بالتفصيل الممل، سواء من نتورك سواء من ديزاين سواء ايضا من فاير وول وشبكه دي ام زد والببلش على الانترنت، وايضا كيف احنا نربطه الفروع الاخرى بالفرع الرئيسي. هذا يتمثل يا شباب على انه انا عندي مثلا سيرفر، عفوا عندي نتورك بنك مثلا، انا عندي البنك A وعندي هون البنك B، وبدنا نربط التو سايت بعضهم البعض من خلال خطوط الربط اللي هي السبلاين والاي اس بي، وراح ناخذ لمحه سريعه عن موضوع الاي اس بي. طبعا انا مش موضوع الاي اس بي، ولكن احنا راح ناخذ لمحه سريعه عن هذا الموضوع علشان تكونوا فاهمين وعارفين شو اللي بيصير وكيف بيصير الربط من خلال النتورك. هذا كل شيء يا شباب حبيت اني اشارككم فيه في هذه المقدمه، مش حابة اتعمق اكثر من هيك صراحه، خليكم متحمسين لموضوع الشرح اللي راح نبدا فيه. راح يبدأ الشرح من الانستول فما فوق بإذن الله تعالى. بهذا الشكل أنا بكون انتهيت يا شباب من هذه المقدمة، وبإذن المولى تعالى أشوفكم على خير في أول محاضرة، وأي استفسار وأي خدمة أنا تحت أمر الجميع إن شاء الله. وهيك بنكون إن شاء الله انتهينا من هذه المقدمة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.